ايوه ادخل. في ضيف جاي لك بره. مين يا فوزيه؟ الجدع المحامي صاحبك بتاع زمان. سلام الخبر من رب الرحيم. نصر؟ اه يبتهيلي هو. طيب جاي. اهلا بالافوكاتو، منور. النور نورك يا غالي. سبع ولا ضبع؟ سبع طبعا. صحيح الراجل وافق. امتى وفين؟ لا لا، امتى وفين دي مش بتاعتي انا، بتاعته هو. هو هيتصل بيك بطريقته ويحدد الميعاد. اجراءات امن بقى، ما انت فاهم. لكن انا مديكم مهله لبكره الصبح بس لغايه ما احدد الميعاد. لكن المقابله ده ميعاد تاني ولا ايه؟ عقر يا نصر، عقر صحيح. انما قول يا محفوظ اخويا، انت عايز تقابله ليه؟ ممكن اعرف. مش مهم تعرف، المهم اني اقابله، ويا ريت الميعاد ما يتاخرش. وماله؟ ده انت الغالي. وبعدين في اخوك ده فوزيه، هو هادس طوله وجاي من بره عشان كل يوم والتاني نتشد معاه في سين وجيم. وطي صوتك لا يسمعك. ما يسمع، انا قلت له الكلام ده قبل كده الف مره وهو ما فيش فايده، راسه ناشف وما يسمعش الكلام. انت عارفه اللي قاعد بره ده يبقى مين؟ محفوظ عارف بيعمل ايه كويس يا حامي، وبطل لوكلوك بقى، صدعتني. أعوذ بالله من غضب الله. يعني انا اللي كلمتي تقيله وبتقف الزور؟ طبعا من ساعه ما شرف جنابه وانا اللي بنام على الكنبه. انت بتقعدي في بيتك معززه مكرمه وانا اللي بتشد معاها انجازي هناك. انت قصك ما شفتيش فرج؟ يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ عايزه يعمل اللي هو عايزه بس بعيد عن البيت والجامع. لا بقول لك ايه يا حامد، انت تقف معهوك وتتكلم عادل. البيت ده بيت محفوظ واحنا كلنا ضيوف عنده. لو احنا بقى مش عاجبنا الحال احنا نخرج، لكن هو ما يخرجش. نخرج؟ نخرج يروح فين يا فوزية؟ وهو هو يخرج يروح فين بقى بعد الغربة دي كلها؟ عايز تغرب عن بيت ابوه وامه كمان؟ يبقى حرام علينا يا عم الشيخ. استغفر الله العظيم. بس انا هفكرك اهو، هنتشد معاه كلنا ان شاء الله على الامن، والله بعقد الهاء. لفكرك وهتقول ان انا كان عندي بعد نظر. بس برضه احتياطي خضر الشنطه كده. يبقى نصر على اتصال بالناس اللي هناك اللي بعتوا وراك ابو خليفه. نصر ده داهيه مسيحه، عامل زي الاخطبوط، ليه دراع في كل حته. تفتكر هتقابل ابو خليفه فعلا ولا ده ملعوب من نصر؟ هو قال لي انه هيقابلني كمان يومين ثلاثه وهيحدد الزمان والمكان. مهمتكم بقى انكم تفضلوا ورايا لحد ما اقابله، وبعد كده تمسكوه، وبعد كده بقى عملت اللي عليا. لا لسه كده، انت ما عملتش اللي عليك. انت في معلومات مخبيها عن مصر تلزمنا ولا ايه؟ برضه اللي في دماغك في دماغك يا محفوظ. اسالك سؤال، انت لما رحت قابلت نصر، رحت قابلته من ورايا ما بلغتنيش، وقبليها لما رحت الحفله الكبيره دي رحتها برضه من ورايا وما قلتليش. انا رحت لنصر مكتبه من غير ما اقول لسعادتك، لانها فكره وطقت في دماغي فجاه كده، فما حبيتش اجلها لحد ما اخد راي سعادتك فيها. بالنسبه بقى للحفله، فهو يعني ما عزمنيش كده وخدني معاه من دماغه. الست اللي اسمها يسريه دي، الست الغنيه قوي دي بتاعت الحزب، بعتته عشان يجيبني في ايديه وهو رايح الحفله. ولعلمك الست يسريه دي
عرضت عليا ان انا انضم للحزب انا رفضت. انا بسمع كلامك شكل باشا وباشي جوه الحيط جوه الحيط. والناس اللي جات لك الحاره وبعديها اقل من ساعتين كان نزل لك فيديو على النت معاهم ده كان ايه؟ والله العظيم ثلاثه ما انا عارف. انا لا كنت عايز اقابل حد ولا حابب اتصور مع حد. استعمل ايه بقى النصيب. اسمع محفوظ، بكره لما ابو خليفه يوقع هتيجي عندنا تاني وهيسالوك هم بقى الاسئله دي، بس اعمل حسابك مش بنفس الهدوء اللي انا بكلمك فيه. وانا قلت لك يا باشا انا لو عندي حاجه تانية اقولها كنت قلتها لك فعلا، بس ما عنديش حاجه. صباح الخير يا ماما. صباح النور. في حاجة؟ قولي لي انت في حاجة يا منى؟ حاجة زي ايه؟ زي دي مثلا. الخاتم ده جبتيه منين؟ انا حافظة ذهبك حتة حتة. انتي بتفتشي في حاجتي يا ماما؟ ما كانش قصدي، كنت بدور على المشط بشويش في الدرج عشان ما صحكيش، لقيته في وشي. ده بتاع واحدة صاحبتي. نعم؟ واحدة صاحبتك؟ هقولك على كل حاجة بصراحة. السنارة غمزت بسرعة يا ست اللواء، واحتمال ان نصر يكون بيلعب بيه. سيادتك المعلومات اللي عندي بتقول ان لو محفوظ عنده معلومات مهمه وخطيره وفعلا بيهددهم بيها، ده ملوش غير حل واحد، انهم يتخلصوا منه. عشان يتخلصوا منه هيتخلصوا منه عن طريق ابو خليفه، وده اللي انا عايزه. انا كل خوفي بقى ان المعلومات اللي مخبيها محفوظ زلطه تكون اهم في حاله لو قبضنا على ابو خليفه ده. أبو خليفة هو المتهم الأساسي في تفجيرات وسط البلد، يعني القبض عليه سيادتك هو قانون بعينه. أيوه، لكن أنا شاك في محفوظ بيزيد يوم عن يوم، ما هو حاجة من الاتنين، يا إما هو ما يعرفش حاجة فعلا، يا إما يكون أدهى وألعن من نصر ويكون هو اللي في إيده كل الخيوط. سيادتك ما ينفعش بعد ما محفوظ ساعدنا وعمل اللي عمله ده نفكر فيه كده. جهزت خطة لتتبعه؟ حصل سيادتك، وجاري التنفيذ. أي أوامر تانية؟ تحت أمرك. كده برضه يا منة، حاجة زي دي تفضلي مخبيها عني لحد دلوقتي؟ أنا كنت مستنية الوقت المناسب يجي عشان أحكي لك وأقول لك، وديني حكيت لك وطمنتك. طمنتيني ولا قلقتيني زيادة؟ أنتي عارفاني كويس، ما بحبش الهزار ولا تضييع الوقت، يعني الحكايه كلها جد في جد. جد ازاي والواد رامي ده؟ واد فاشل وصايع وفلاتي، ولا له اب ولا ام، حتى عم مينا اللي مربيه مدوخه سبع دخات. واحد في سنه ده ومعاه تمن خاتم زي ده ما يبقاش انسان فاشل. الخاتم هو ده كل اللي همك؟ هو مش مشكله ان الشخص اللي ارتبط بيه يكون معاه بدايه انه يبتدي حياته؟ وما فكرتيش جاب تمن الخاتم ده منين وهو لا شغله ولا مشغله؟
هو داخل بيزنس وهيجيله فلوس كويسة قوي على العيد، يعني الموضوع ممكن يبقى رسمي. عقبال بقى ما يبقى رسمي الخاتم ده يرجع. يرجع ايه يا شيخة؟ حرام عليكي، اللي ما تقدريش تعمليه علني وعلى عينك يا تاجر ما تعملوش في السر. عارفة ده يبقى اسمه ايه؟ اسمه شغل حرامية. شوف عبد الله، اعمل خير تلاقي خير، اعمل شر ما تلاقي غير الشر. حب كل الناس عبد الله، ما تبصش لا لون ولا لغة ولا دين. حب عبد الله أصل كل حاجة حلوة في الدنيا. ما تكره حدا عبد الله، ما تكره حدا. الكره عبد الله أصل كل الشرور.